وأنت متعو على الإفطار. إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورمات الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس. ووصلت مراكب الموج إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأبصال قضية رأي. نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة المحكومون شنقا بالعبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها سيدي الرئيس. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب.